يشكل العنف الأسري بشتى أشكاله منعطفاً سلبياً في حياة الأسرة، ويؤثر على استقرارها ومستقبلها. وتعود مسألة انتشار العنف الأسري إلى قديم الزمن، فهي ظاهرة ليست بالجديدة، وقد تصاعدت في الفترة الأخيرة حوادث العنف الأسري، كما نشاهد ذلك أيضاً من خلال الصور والمقاطع التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعل لهذا العنف آثاراً نفسية على الأطفال. كما يعتبر العنف ظاهرة مهددة لسلامة الأطفال، إذ أنه سلوك خفي، ويشهد الأطفال ممارسات مؤذية تنتهك حقوقهم النفسية أو الجسدية وحتى الجنسية، ويستمر تأثيره عادة إلى مراحل مختلفة من حياة الطفل. ولعل من أبرز الظواهر التي تعد نتيجة طبيعية للعنف الأسري هي الانحراف الأخلاقي والفكري وإدمان المخدرات. بدر بن مشعل، للاستديو الإخبارية، الرياض.